السلام عليكم هل اتاكم حديث الوديعه السعوديه التي قدرت باثنين مليار دولار لانقاذ العمله اليمنيه والنظام المالي الذي يتلقى الضربات الراسيه والافقيه منذ انقلاب الحوثيين والحرب التي اطلقها التحالف العربي لاستعاده الشرعيه لا وديعه في خزينه البنك ولا توقف في نزيف العملة اليمنية التي لم تسعفها شرايين ما بات يعرف بالوديعة السعودية التي كانت أشبه بالتنويم لنظام مالي يسير كل يوم إلى الانهيار المتسارع مصدر في الحكومه اليمنيه اكد ان السعوديه ارجات تسليم وديعه بملياري دولار للبنك المركزي اعلنتها سابقا دون ما الافصاح عن هذا الارجاء واسبابه وتداعياته بحسب ما تداولته جهات ماليه كانت الوديعه الماليه ستاتي لدعم استقرار سعر صرف العمله الوطنيه وتامين الوقود واحتياجات الكهرباء وبصوره منتظمه لمده عام وكانت ستسهم بشكل كبير في دعم مركز العمله الوطنيه في اسواق الصرف الاجنبي الا انه ومنذ اعلان الوديعه لم يحدث اي تغيير يذكر في النظام المالي وفي العمله الوطنيه التي باتت بلا دعم. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يبحث في مصير الوديعه السعوديه في ظل انهيار العمله مجددا، ويتساءل عن مدى مصداقيه التحالف في التعامل مع الملف الاقتصادي واستمرار التلاعب بحياه ومصير اليمنيين. أناقش هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد ناصر المطري الخبير ناصر عفوا ناصر محمد المطري خبير التخطيط الاستراتيجي واداره الازمات مرحبا بك دكتور كما سينضم معه اخرون عبر الهاتف بدايه دكتور قبل ان نناقش حلقة اليوم دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير كمن يسمع جعجعه ولا يرى طحينا هذا هو حال اليمنيين مع الوديعة السعودية التي أعلن عنها في وسائل الإعلام ولم تر طريقها إلى الحسابات البنكية بحسب تصريح مسؤول حكومي رفض الإفصاح عن اسمه مجددا ينهار الريال وتصل قيمته أمام الدولار إلى أكثر من 500 ريال وقيمته أمام السعودي إلى أكثر من 130 ريالا في صنعاء وخلال يوم وليلة قفزت أسعار الغاز المنزلي إلى 7000 ريال وعادت طوابير المواطنين الطويله الى مختلف الشوارع. واصيبت حركه التنقلات بالشلل كون الكثير من السيارات باتت تعمل بالغاز. ورغم ان الموانئ مفتوحه لاستيراد جميع المواد النفطيه الا ان الحوثيين حولوا البلد الى سوق سوداء كبيره وبحجه الحصار التي لم تعد تنطلي على المواطنين اكثر مما يروه باعينهم. في بدايه الشهر الجاري اطاح الرئيس هادي بالقعيط من البنك المركزي بعد ارتفاع أصوات المنادين بإقالته، لكن البديل محمد زمام خيب آمال الكثيرين الذين يرون فيه امتدادا للوبيات الفساد والمحسوبيه. منذ تعيين زمام لم يتوقف انهيار الاقتصاد بل ازداد الوضع سوءا وتراجع الريال من 430 ليتجاوز ال 500 ريال. ترتفع أسعار البضائع والمواد الغذائيه ارتفاعا لا يعرف إلا اتجاها واحدا يتجلى بخساره اليمنيين فرص العيش. وامام هذا الارتفاع الجنوني للاسعار تغيب رقابه السلطه سواء في مناطق سيطره الميليشيا الحوثيه او مناطق الحكومه اليوم يقف التحالف وفي مقدمته المملكه العربيه السعوديه امام التزام اخلاقي ودولي تجاه ما يحدث في اليمن فالبلد الذي تخوض فيه حربا من اجل امنك القومي لا يمكن ان تترك فيه 22 مليون انسان بحاجه لمساعدات انسانيه بحسب اخر تقرير للامم المتحده إن شعباً عظيم في تاريخه وكريم في عطائه الإنساني يقف على أبوابكم هنا مناشداً فيكم روح الإنسانية لوقف هذه الحرب وإنهاء الانقلاب فلا تتركوه يتوسل الفتات لا سيما وأن التحالف لا يزال يمنع الحكومة الشرعية من إدارة مواردها الأساسية وتحصيل إيراداتها لخزينة الدولة فكيف يرجى ممن يمنعك من حقك أن يمنحك شيئا منه إذا دكتور ناصر لو بدأنا بالحديث بشكل مباشر عن مصير الوديعة السعودية في ظل تجدد انهيار العملة الوطنية أنا أود أولا أشكركم على دعوتي آه. لهذا اللقاء وفي الحقيقة أنا أود أن نناقش الموضوع ببعد فكري واستراتيجي أكثر منه بعد إعلامي أو سياسي لأنه قضيتنا اليمنية تعاني من الاشكالات السياسيه والاعلاميه بما في الكفايه صح. ويكفي معاناه ويكفي تجاهل لهذه القضيه الحساسه الذي كل يوم تسبب كثير من الضحايا سواء في الجانب من الجانب المدني او من الجانب الاقتصادي او من الجانب الاجتماعي او من الجانب الفكري آه فاود ان نناقش هذا الموضوع ولا سيما موضوع العمله لانه يعد موضوع آه اساسي ورئيسي ومعبر عن سياده بلد آه بغض النظر عن موضوع الوديعه ومدى ان موجوده او غير موجوده حتى لو كانت موجوده 2 مليار, مليار حتى لو ضخ 5 مليار حتى لو ضخ 10 مليار في ظل استمرار آه يعني الحرب وعدم حسم المعركة في اليمن تمام لصالح أي طرف ستظل العملة في حالة تدهور لأنه المجتمع كبير وثلاثين مليون إنسان لا تغطيه خمسة أو عشرة مليار خاصة بعد تدهور الوضع نعم. لا, لا تغطي هذه خمسة مليار أو عشرة مليار فما بالك باثنين مليار مبلغ بسيط نعم. إذا أين أين يكون الخلل برأيك دكتور؟ الخلل أنا أعتقد أنه يكمن في عدة محاور نعم تفضل في لو رجعنا أولا لمفهوم العملة أنا أريد أن أوضح للإخوة المشاهدين والابناء يعني شعبنا اليمني أن العملة لها مفهومان، في المفهوم المعنوي، وفي المفهوم المادي الحقيقي. المفهوم المعنوي هو المفهوم المرتبط بحالة البلد واستقرار البلد. تمام وهو ما نحن عليه الآن. أن عملتنا متدهورة لأن الحالة المعنوية والصورة الذهنية عن اليمن سيئة. لكن المفهوم المادي العملة الوطنية الحقيقية للبلد باعتبار الموقع، باعتبار الموارد البشرية، والموارد الطبيعية والموارد السياحية والموارد الصناعية والموارد المعدنية يعتبر اليمن عملته غالية جدا بل ربما لأن هذا لأن هذه العملة سواء العملة البشرية أو العملة الاقتصادية أو العملة حتى السياسية أو العملة حتى الفكرية اليمنيين يعني ناس مبدعين ومفكرين بسبب ربما بسبب أن أن هذه البلد وهذا الموقع ووجود هذه الموارد ربما أنه سبب أيش رئيسي من أسباب استهداف اليمن بهذه الحرب الممنهجه يعني التي يعني اكلت الاخضر واليابس والتي لا بد لنا ان نفكر الان بطريقه استراتيجيه بعيدا عن اضواء الاعلام بعيدا عن اضواء السياسه بعيدا عن التكرار وتكرار الاخبار والاحداث والسيناريوهات الموجوده لنفكر بعمق هل هل هناك من يفكر بطريقه استراتيجيه اعتقد انه المفكرين والنخب الفكريه الموجوده في اليمن وأنا أعرف الكثير منهم، لكن لكن أعرف الكثير يعني منهم يتكلموا ليل نهار في هذا الموضوع. لكنهم يزاحوا تماماً من المشهد. أنا أعني، من لهم علاقة مباشرة بالسلطة؟ هل هناك من يفكر بطريقة استراتيجية؟ أعتقد أنه يوجد هناك من يفكر بطريقة استراتيجية. نعم جميل ليس فقط في الطرف الشرعي، حتى في الأطراف الأخرى الذي ربما تصحو مؤخراً من نتيجة استمرار الحرب وهذا العبث الذي نحن فيه. نتيجه خلافات بعضها سياسي وبعضها فكري كان ممكن ان تحل ولا ولم يكن هناك داعي لمثل هكذا حرب بل حتى التحالف العربي نحن نتكلم الآن عن 2 مليار تمام انفق التحالف العربي الى الان يعني ما يربو عن 60 مليار دولار في هذه الحرب يعني في التفكير, الاستراتيجي في التفكير, نعم. الاستراتيجي, في التفكير الاستراتيجي في التفكير الاستراتيجي في التفكير الاستراتيجي 60 مليار دولار كان بالامكان ان تقضي على الفقر في اليمن وأن تقضي على البطالة التي هي السبب، سبب ما وقعنا فيه من تدخل أجندة خارجية لا يرضى بها الإقليم ولا يرضى بها ترضى بها المنطقة ولا يرضى بها ترضى بها الأمة. نعم بسبب لكن اسمح يا دكتور، يعني أنت تتحدث الآن بحسابات عقلية يعني ممنهجة، بحسابات منطقية حقيقية، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، كل الشواهد. تشير إلى أنه لا أحد يفكر بطريقة استراتيجية العملة تزداد سوءا السوق السوداء سواء للعملة أو للبترول أو لأي شيء أصبحت هي السوق المسيطرة في البلد التهريب الفساد في كل الجهات سواء في من هم يعدون سلطة الأمر الواقع الإنقلابيين الآن أو السلطة الشرعية التي يعني تتفرج على المشهد من خارجه وكأن الأمر لا يعنيها من أجل هذا ولأن الكل ما بيفكرش بطريقة استراتيجية لا. هذا يجعل الموضوع أكثر أهمية وأكثر حساسية تمام أن نفكر بطريقة استراتيجية وأنا أقول أن يوجد كثير من خلال تواصلي مع كثير من العلاقات الواسعة مع كثير من المفكرين والنخب الفكرية حتى بعضها السياسية وبعضها من, من الاطراف سواء في الشرعيه وبعض الاطراف العاقله الذي عندها يعني لا يزال عندها يعني نوع من الولاء الوطني والحب للوطن مهما اختلفنا معهم فكريا يوجد ناس في في هكذا مرحله يفكروا بهكذا استراتيجيه لكن كيف نجمع هؤلاء كيف نجمع هؤلاء من اجل ان يرفعوا صوتهم عاليا تمام ونكون ايش حراك وقياده راي مجتمعي تمام محلي واقليمي ودولي لحلحله القضيه اليمنيه وهناك حلول كما ذكرت لا ما هي هذه الحلول؟ لا. يعني دعنا نضع ايدينا على الحلول التي يفترض ان يعني تتخذها الشرعيه، تتخذها يتخذها التحالف، يتخذها يعني من لديه هذا الحس الوطني، ما هي هذه الحلول؟ من اي حلول السياسيه ام الاقتصاديه؟ أم؟ السياسيه طبعا لنا ثلاث سنوات ونحن نغرد يعني لا لا فائده للاسف الشديد، لكن دعنا نتحدث عن الحلول الاقتصاديه لانقاذ العمله وانقاذ الوضع المتدهور في اليمن. ممكن نعالج بثلاثة حلول استراتيجيه فضل. حل الحل الاول والذي هو معول عليه حل شعبي مجتمعي ان يزيد من الصناعات الصغيره والمشاريع الصغيره والاكتفاء الذاتي سواء كان زراعي او سمكي او او اي نوع من انواع الاكتفاء الذاتي لانه كل ما زاد الاكتفاء الذاتي وقل الاستيراد تمام كل ما قل استنزاف العمله الوطنيه تمام والاحتياج إلى للدولار وقلت حالة الارض والطلب بينهما هل في الوضع المتاح يعني يمكن عمل مثل هذه المشاريع الصغيره المجتمعات الان الـ 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 الناس المتكدسين انا انصح كل من يسمعني الان تمام طيب. وابري ذمتي امام الله طيب. بحكم خبرتي في هذا المجال كل من يتكدس داخل المدن تمام طيب. يعود الى الارياف الارياف فيها من الاراضي الزراعيه فالأخير ماذا يطلب المواطن يريد ان ياكل يشرب ويشرب ويسكن امنا طيب. في الريف في الريف يستطيع ان يزرع تمام فياكل ومن فائض ما زرعه يستطيع ان يشتري الملابس ويستطيع ايضا ان يشتري بعض مواد البناء والمواد الاوليه حق البناء الحجر وكذا موجود تمام لا يعني لانه يبدو ان المنطقه ليس اليمن فقط ربما المنطقه والمنطقه الخليج والمنطقه بشكل عام في لو فكرنا بطريقه استراتيجيه وفق بعض بعض التحليلات والتقارير الدوليه الذي لا يكشف عنها غالبا او احيانا موجوده لكن لا نحن لا نقراها في حرب ممنهجه لافكار المنطقه من اجل لان الافكار هو الطريق الى الاستعمار اي أيوة ايما بلد في المثل يقول لك جوع كلبك يتبعك تمام في طريق ممنهج ربما يبدأوا باليمن حتى الإخوة الذين في الخليج الآن يتفرجوا ويأخذوا الموضوع بعدم جدية وعدم حسم المعركة سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى اقتصاديا يعني بدعم العملة وإحياء الجانب المجتمعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ربما تقضي على الفكر على لها سبيل المثال الآن الذي يتجندوا في كثير من اللي يتجندوا الآن في الحرب هذه ما هو السبب؟ 90% من هؤلاء هو الفقر فلو انا استطعت ان اعمل نهضه تمام يعني ب 10 مليار ب 10% من تكاليف الحرب او 20% من تكاليف الحرب، استطيع ان اسوي مشاريع صغيره ومتوسطه تجذب هؤلاء الشباب او مدن صناعيه صغيره ومتوسطه او مشاريع صغيره، مشاريع زراعيه، مشاريع سمكيه والبلد فيه خيرات كثيره، استطيع ان اقضي على هذه ان ان اقلل من حاله التجنيد فتقل حالة الاحتياج للحرب ما عاد فيش جنود ما عاد فيش جنود من 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 يدير ومن يحارب الوقود غير نعم. موجود نعم. اذا لو لو تحدثنا عن الحل الثاني دكتور الحل الثاني الذي هو ما يخص الذي هو الجانب الشرعية أه. جانب الشرعية عندها مناطق تدعي انها محررة وتقول انها محررة تمام هذه المناطق مثلا على سبيل المثال اليوم منطقة حضرموت والمهرة فيها 85% أو من الموارد المائيه وال الجميع يعلم ان ان الموانئ معطله ولا تستطيع لا الاستيراد ولا التصدير تستطيع الحكومه الشرعيه في المناطق المحرره مثلا في الجانب في الجانب الموارد المائيه مثل الذي هو المورد السمكي هذا 85% منه موجود في حضروه لكن لكن دكتور يعني تعلم وربما يعلم المتابع ان الاماراتيه من تسيطر على هذه الموانئ ولا تسمح للحكومه الامارات من من انا من ما دام ذكرتي اسم الامارات صحيح انني خبير اقتصادي وخبير في الدار الاستراتيجيه ولا اريد ادخل في الجانب المحك السياسيه لكني انصح نصيحه محب ونصيحه اخ ونصيحه العروبه ونصيحه الامه ونصيحه يعني الدم ان الامارات تسير في خط استراتيجي خاطئ اذا استمرت فيه ستفقد سمعتها وستفقد ايش يعني احترامها وليس في البعيد وربما وستفقد ربما مصالحها وهي تعرف ما معنى كلمه مصالحها تعرف ما معنى ميناء دبي وميناء عدن. لا. تمام تعرف هذا جيدا والمفكرين السياسيين عندهم يعرفوا هذا جيدا. ما يمكن ان ياخذوه بالقوه او بالاستعمار او بالاحتلال هذا صعب الشعب اليمني ما يقبل الاستعمار البريطاني. تمام. تمام صعب انه يقبل لكن ممكن ان ياخذوا ايش؟ وياخذوا مصالحهم ونسوي شراكات وهندسه مصالح مشتركه. تمام كإخوة في العروبة في الإسلام في الدين في المنطقة في اللغة ممكن أن نتعاون إيش ونبني بعضنا بعض نعم لكن أن ودبي أن تكمل عدن وعدن تكمل دبي لكن بالطريقة هذه الموانئ وتحيد طيب ماذا أيضا على شرعي يعني ربما هناك حل تتداوله الصحافة أنه أن اليمن يتجه لنقل المصرف المركزي إلى الأردن هل تجد أن هذا حل قد يساعد في حل حالة الأزمة؟ أنا منذ سنة وطالب الحكومه الشرعيه والرئيس هادي ان يعود الى الى اليمن. مش نخرج الان نزيد نخرج ما بقى من مؤسسات سياديه خارج اليمن فيها مئات الالاف من الكيلومترات. لو حتى لم يتبقى معنا الا كيلومتر امن واحد فلنضع فيها المؤسسه الماليه والمصرفيه والبنك المركزي. اناقش معك هذه النقطه ايضا دكتور ناصر ولكن اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام. الاقتصادي من القاهره عبر الهاتف مساء الخير استاذ مصطفى اهلا وسهلا اهلا بك استاذ مصطفى حديث عن وديعه سعوديه وتغير في الماليه ايضا والبنك العمله تنهار مجددا لارجاء هذه الوديعة اين الخلل برايك اولا لا اعرف ان كان هناك معلومات مؤكده فيما يتعلق بارجاء الوديعة يعني المعلومات التي عندي انه لا توجد يعني ارجاء للوديعه وانما هناك مفاوضات حول هذه الوديعه استكمالا لمفاوضات سابقه بين مع اللجنه الرباعيه وكان هناك شروط معينه لاجراء اصلاحات في اطار البنك المركزي والمؤسسات الماليه وتم تغيير محافظ البنك المركزي ونائبه واعتقد ان هناك مفاوضات لاستكمال اجراءات الوديعه التي ستكون بشروط هل هل من ضمنها نقل البنك المركزي الى عمان؟ قد لا يكون من من ضمن هذه الشروط عمليه النقل وانما يعني الاتفاق كان حول تفعيل اداء البنك المركزي لا. وإدارة البنك المركزي هي قد تكون من اقترحت أن يكون إدارة البنك المركزي من عمان بحكم أنه ربما المحافظ لا يستطيع العودة إلى عدن أو أن هناك مينيا يعني هل داوت. هل يعقل ان اعين محافظ لا يستطيع العوده الى عدن الحق له بالمؤسسه التي عين اليها استاذ مصطفى هل هل يعني منذ, منذ شهر منذ تعيين زمام تقريبا هل اثبت فاعليته وتفعيله للبنك برايك وما يعني جدوى نقل البنك الى هناك يعني يتفضل الدكتور ناصر يقول حتى لو تبقى للشرعيه كيلو متر واحد يكفي ان تضع عليها مؤسستها الماليه لان يعني الشرعيه كل كوادرها في الخارج نلحق لهم بالمؤسسات بكل تاكيد انه يعني وجود المؤسست قياده المؤسسات خارج البلد بكل تاكيد هذا يضعف ادائها ولا 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 يجعلها تشتغل بالشكل المطلوب هذه مساله مؤكده لكن ايضا حتى في خلال المرحله الماضيه لم يعد المحافظ السابق الى عدن الا فتره قصيره للغايه ولذلك لم يشتغل البنك المركزي بالشكل المطلوب <applause> لكن يبدو ان هناك رؤيه مختلفه الان فيما يتعلق بالتعامل مع البنك المركزي في توحيد او الاشراف على اداء البنك المركزي في كافه فروعه في اليمن او الحديث عن مثلا تحييد اداره البنك المركزي لاداره الـ 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 يعني الامور الماليه النقديه كلها من غير الواضح حتى الان كيف ستكون هذه هذه الاداره هل يمكن ومن المبكر ايضا تقييم ادائها رغم ان يعني المعروف يعني آه الإدارة هذه السابقة وكيف جاءت وعملية اختيارها أقصد أنه مسألة آه يعني تدهور الريال حاليا آه هو آه عودة الريال مؤقتا خلال المرحلة الماضية وكان بسبب آه حالة عودة حالة من الثقة آه بالريال اليمني كون ال ال يعني ال انتشرت حديث موضوع الوديعة و... نعم يعني أستاذ مصطفى أنا لا أفهم يعني حين الدولة تعلن أنها ستضع وديعة ما في أي بنك يعني هل يعني فورا يفترض أن يتم وضعها لا أن تعلن وتجعل الوضع يبدو أن هناك نخوة وأن هناك وقفة حقيقية لإنقاذ العملة اليمنية؟ ثم نعود الى مساله شروط وما شروط، لا الوديعه انقذت العمله ولا تم تحرير موارد البلاد للحصول على يعني مداخل من العمله الصعبه، يعني هل تجد ان هناك عبث في الملف المالي أو الملف الاقتصادي اليمني؟ انا اشعر انه بالنسبه للوديعه كانت وديعه مشروطه منذ البدايه. و يعني هي وديعه مقفله حتى لا يستطيع البنك المركزي أن يتصرف فيها مثل الوديعه المليار السابق الذي يمكن أن ينفق منه، وهنا هذه هي هي تعزز الثقه بالعمله المحليه، أيضا تضع ثقل للبنك المركزي في التعامل مع المؤسسات الماليه الدوليه، لكنها ليست حلا سحريا لمشكله العمله، مشكله العمله هي بالأساس مشكله محليه، مشكله نقص في العمله الصعبه في البلد. نتيجه عدم توقف الصادرات نتيجه ضعف يعني واردات اليمن او البلد من العمله الصعبه وبالتالي هي مشكله مشكله الملف الاقتصادي او هي جوهر مشكله الملف الاقتصادي والملف الاقتصادي كما نعرف هو في ذين اهتمامات الحكومه وايضا لم يعطى الاهتمام الكافي من من قبل الحكومه خلال المرحله الماضيه كلها و ما زالت مؤسسات الدوله الايراديه مفككه والايرادات في ادنى مستوياتها موضوع تسليم المرتبات غير منتظم، كثير من الاشياء التي يمكن الحديث عنها في فشل الجوانب الماليه للحكومه خلال المرحله الماضيه، لكن بكل تاكيد يعني مساله الوديعه موضوع يعني له شروطه وما ما لمسناه خلال المرحله الماضيه ان هناك كان هناك جديه من قبل البنك من قبل الدول الراعيه وايضا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعده اليمن في مساله تفعيل البنك المركزي. يعني وكانت هذه واحده من التحديات انه لم يتم التجاوب معهم من قبل اداره البنك والاستجابه لبعض الاجراءات لتفعيل اداء البنك المركزي خلال المرحله الماضيه. وهم على استعداد لعمل تحليل لما هي احتياجاته وايضا لتقديم الدعم الفني وغيره لكن يعني هذه مساله بكل تاكيد معقده وهي تعكس ايضا ترهل الجانب السياسي وتعكس ايضا موضوع الصناعه. نعم اذا شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من القاهره عوده اليك دكتور ناصر. دكتور ناصر يعني كنت تتحدث عن ثلاثة حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحدث عن حل شعبي مجتمعي مشاريع صغيرة تحدث عن جانب الشرعية ما هو الحل الثالث؟ الحل الثالث بيد دول التحالف مه. أن تنقذ اليمن وتضع وديعة ليس 2 مليار 2 مليار ستعالج الأزمة لشهر شهرين وتعود العملة مكانك روح مه. على أقل تقدير 10% من احتياطي احد دول الخليج في البنوك حقها ولا سيما اذا كانت مقفله يعني غير قابله للتصرف من الحكومه، معناها انها امنه. لا لكنها تعطي موثوقيه لكن 2 مليار اعتقد انا كخبير اقتصادي و... لا اعتقد انها كافيه. نعم و2 مليار لو افترضنا الانفاق على الحرب الى الان 60 70 مليار يعني في في مجال في في امكانيات ان تضع وديعه بما يوازي 10 الى 15 مليار هذا فعلا ايش ستؤدي فعلا الى استقرار العمله بشكل اساسي وسترجع سعر الريال يعني ربما الى 300 او 250 هذا سيحدث فعلا ايش رضا عن التحالف ورضا عن هذه المعركه التي استمرت الان ثلاث يعني وهي بهذا الشكل يعني ليست لم تخسر شيئا يعني هي يعني هي وديعه مجمدة هي, ودي هي حساب, هو حساب من حساب عرفوا الاخوان الماليين من حساب الى حساب يعني قرضه نعم نعتبرها قرضه قرضه الاخوه وقرضه يعني ما الجوار وقرضه الاخوه وقرضه وإنقاذ يعني البلد التي وإنقاذ يعني البلد الذي انا انا اعطي مؤشر الان خطير نعم لو استمر في حاجه يسموها نقطه البركان الان السعر تقريبا 500 واحيانا ينزل 470 550 يعني بينها بين هذا بين يتراوح بين هذا في نقطه البركان الذي لو وصل المستوى الاقتصادي اليها ومستوى الفقر اليها ربما تشعل المنطقه في اكملها ولا سيما موقع اليمن نكرر دائما موقع اليمن الجغرافي يا اقليم حساس. يا عالم موقع اليمن الجغرافي حساس يعني ثلث ساطرات العالم تمر من من البحار اليمنيه والفقر اخو الكفر والفقر لا يعرف احدا والفقر يكون اوي للمنظمات الارهابيه وال يا اخواني الفقر اذا دخل ونحن اليمن الان في مستوى الفقر لم يعد يمنع الناس من الفوضى وال والنهب وال وال الا القيم ما تبقى من قيم ولا وانا اخشى مع استمرار الفقر ان هذا القيم تضمحل وتصل الى مرحله الصفر والى مرحله البركان. وشعب عندما نتكلم عن 25 مليون ممكن ان يتحول ان يتحول الملاحه البحريه في المنطقه كلها وتتضرر مصالح الاقليم والتجاره الدوليه كلها. موقع اليمن ما مش ليست منطقه بعيده عن الـ عن الـ عن التجاره الدوليه. نعم اذا يعني دعني اسالك في هذه النقطه يعني لما رغم معرفه العالم ومعرفه الاقتصاديين باهميه موقع اليمن وبما قد يحدث اذا آلت اليه الامور الى مرحله البركان الذي تتحدث عنه، لما يظل التفرج بصمت على ما يحدث ولكن اسمح لي ان اسمع اجابتك بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليه. جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بك مره اخرى دكتور كنت سالتك قبل الفاصل عن لما يتفرج العالم على منطقه تهدد امنه الاقتصادي وتهدد امن المنطقه ايضا الاقتصادي والسياسي والفكري تتحدث عن نقطه البركان ان وصل اليها اليمن فلن يرحم احدا لا سمح الله برايك ما هي الاسباب؟ الاسباب اعتقد في على ما اعتقده ومن تفكير عميق في هذا الموضوع ونقاش احيانا مع بعض النخب الفكريه ان عندنا ضعف في عمليه الاتصال والتواصل بين اصحاب المصالح المحليين في اليمن او الاقليميين او في العالم شفتوا عندما يكون مثلا بالشركات بالشركه كبيره وشركه صغيره وشركه متوسطه نعتبر اليمن هي الشركه الصغيره والخليج الشركه المتوسطه والعالم, والعالم, والعالم الشركه الكبيره مدراء العلاقات حق هذه الشركات عندهم مشكلة في مشكلة مدراء العلاقات ربما يمثلهم هذه وزارة الخارجية بالطاقم خبراء العلاقات الخارجية أنا دائما أوصي أقول دائما يا وزارة الخارجية شكروا فريق خبراء للعلاقات الخارجية مؤسسة الخارجية أهم مؤسسة في هذه المرحلة هي التي تستطيع أن أن توقف الاحتجان وتهندس المصالح الإقليمية والدولية والمحلية فممكن هندسة المصالح الداخلية ونخفف الوطأة وبعدها نهندس مصالحنا مع الإقليم لا قاعدة لا ضرر ولا ضرر ولا ضرار تمام ومصالحنا أيضا مع الإقليم مع العالم لأن العالم الآن أصبح قرية واحدة لا تستطيع أن تعيش بمفردك وكان العالم زي ما بعض المجمعات السكنية الذي مثلا نحن الآن في تركيا في مجمع السكنية وفي عماير صح ولا لا وفي شقق تمام وفي إدارة المجمع صعب انه يجي واحد صاحب عماره يريد ان يتصرف ويتحكم في بقيه العماير او صاحب شقه لابد ايش من هن... هناك اداره للجميع اداره للجميع تمام وتعاون مشترك للجميع ونظام يحكم الجميع لانه اصبح العالم قريه واحده حتى لا سمح الله لو جت حرب عالميه ثالثه الان ستكون كارثه لانه يعني ليست زي مثل الحروب السابقه تمام فهندسه المصالح وضعف الاتصال بين مدراء العلاقات حق الشركه الصغيره لنفترض اليمن والشركه المتوسطه الخليج والخليج العربي والشركه الكبرى اللي هي العالم والمصالح العالميه. لو في يعني هو صراع مصالح نعم لكن أي عقل دكتور يعني لنفترض أن هناك ضعف في التواصل أو في العلاقات من قبل الأدنى للأعلى، لكن هذا ال الذي يعد يعني على هرمية العالم، ألا يفترض أنه يعلم أين مصالحه؟ أين تمر يعني صادراته المالية؟ أين تذهب؟ أين يعني يعلم أن هذه نقطة تشكل خطر عليه؟ يعلم أن هنا إذا حصل انفجار فقر ويعني إرهاب وما إلى ذلك سيؤثر على مصالح هذه التي تمر يوميا كأحسنتي سؤال رائع في لوبيهات داخل هذه الشركات الشركة الصغيرة عندها داخل لوبيات مستفيدين من الحرب وفي لوبيهات داخل الشركة المتوسطة وفي روبيات داخل الشركة الكبيرة تمام هؤلاء المستفيدين يسموهم تجار الحروب فهؤلاء اينما يعني ممكن انت ستلدى اي شيء يشقلوا الاجنده حقهم ويسووا اشكاليات وذاك تلاحظ اينما قد في يعني اتفاق او في ممكن يقع ملامح, ملامح, ملامح او ممكن مثلا لحسم يأتوا يا هؤلاء الصغار يقول لا آه انتبهوا تحسموا لو حسمتوا ايقع كذا وكذا ويسولهم ويسووا لهم ايش خيالات لو يعني لو اليمن حصل لها كذا يعني في اللوبيهات داخل الشركات هذه لو اعتبرنا نتكلم يعني بنظريه الاقتصاديه نتعامل معها وفعلا الدوله هي شركه كبيره الدول هي شركات كبيره في الاخير لها مصالح ولها اهداف ولها رؤيه ورساله والى اخره نعم يعني ما مدى تقييمك لاداره الشركه الصغرى يعني هل هل تجد انها يعني قادره على اداره الوضع بما يعني تتطلبه الازمات المتلاحقه عليها؟ انا اعتقد ان عندنا سوء اداره وملامحه يعني كثيره وربما ايضا حتى الرجال الذين رجال الدوله وعندهم خبره في اداره الدوله لم يتعرضوا من قبل لمرحله ومشاكل ما مثل ما حصل الان فما عندهم خبره سابقه في اداره الازمه ولا عندنا خبراء استراتيجيين في اداره الازمات ولا ولا هم حتى للاسف يستعينوا ايش ويكونوا فرق خبراء اداره ازمه لحل حلو بعض القضايا نعم. في عندنا ضعف واضح في اداء الشرعيه بشكل اين اين يكون هذا الضعف ربما اشرت دكتور في حديثك الى الخارجيه بعلاقاتها التي لم توصل يعني مدى اهميه موقع اليمن مدى ما يحدث للاخر ايضا تحدث عن الاداره الماليه الفاشله اين ايضا تكمن مكامن الخلل مؤسسه الرئاسه تحتاج وهذه نصيحة ليس فيها جانب إعلامي ولا سياسي ولا أنا ولست أنا من طلاب المناصب لأني رجل أعمال وصاحب عمل خاص لست بحاجة ولا أريد أن أكون يوماً وزيراً أو مديراً أو وكيلاً أو رئيساً أو لأن العمل الحكومي مزعج مرهق يأكل الـ يأكل الـ الإنسان أنصح بمركز إسناد يشكل من الخبراء يقولوا ما بش دعم معانا ما بش فلوس في كثير خبراء مستعدين يشتغلوا مجانا وانا مستعد اوفر لهم كثير من هؤلاء مركز اسناد هذا يسند ويعزز القرارات السليمه لمؤسسه الرئاسه سواء في التعيينات او في القرارات او ما يكون الرأي عشوائي تشعر أنا أنا أن او تعينات او شيء تعيينات عشوائية, عشوائية. عشوائيه للاسف يعني ما بش انا مثلا انا انا في مثلا في شركتي الخاصه عندما يتقدم لي يعني سكرتير او حتى ان شاء الله يعني خادم منظف لا بد له من وصف وظيفي مواصفات وصف وظيفي ومواصفات ومعايير معينة هذا غير موجودة من يستطيع أن يطربك بشكل أكثر ومعه عزكم الله يعني جزمة يعني تمام وهو من باب لا باب يص يصل بينما الخبراء الكفاءة الثقال هذا طبعا مستحيل أن يجي هؤلاء ما, 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 ما يطلبوش ال ف ف ولن يبحث عنه ولا يبحث ولا يبحث عنها فلو في مركز اسناد يستطيع ان يستخرج افضل الموارد البشريه والكفاءات وفي سواء في اداره الازمات او في اداره المؤسسات بمعايير نتخيل أنها شركه ونتخيل ان الرئيس عبد الرب هادي انه هو رئيس هذه الشركه لابد من اداره الموارد البشريه بطريقه سليمه وفق معايير من تتوقع افضل خمسه يعني مثلا آه تم الاعلان عن 10 مليار دولار آه ان لم تكن اكثر التي قدمت بها السعوديه آه لليمن آه آه من رواتب من آه معونات انسانيه من آه يعني للحكومه وللمغتربين وما الى ذلك يعني آه العديد من النقاط التي تم آه ذكرها، هل كان هناك سوء آه اداره لهذه المبالغ آه التي يعني آه يتم الحديث عنها برايك؟ في اذا تريد ان اتكلم بصراحه ولا سيما ولا عندما نتكلم بفكر است يعني استراتيجي لابد ان نكون صرحاء مع انفسنا ومع منطقتنا. في الاخير ما في بيننا عداوات يعني مع احد لكن المصلحه تستدعي ان نتكلم بهذا الكلام ولو فيه نوع من قد ال... يكون فيه نوع من الزعل. الدخول في الملف اليمني تم الدخول بطريقه خاطئه. في سوء اداره حتى من قبل من قبل ال... الاداره الوسطى الاداره الشركة الشرق الوسطى في اداره الشركة الصغرى. كان ممكن حل القضية يعني دون كل هذه دون كل هذه الكلف بل ربما انه في تاثيرات اللوبيهات الموجودة في الادارة حق الشركة الكبيرة لانه ايضا الشركة الكبيرة فيها خير الذي هو العالم ليسوا كلهم سيئين ففي لوبي الذي اصحابه ربما هم اثروا على الشركة المتوسطة وورطوها انها تدخل بهذا كذا الطريقة. نعم يعني هذه الورطه دكتور ناصر يعني الا تجد انها يعني مثلا نعلم تماما ان دول الخليج كانت بعيده تماما عن اي حروب او اي محاكاة تحاول ان يعني خاصه مثل دوله الامارات لم تظهر بهذه الصوره يعني المزعجه لكل الاطراف السعوديه ايضا كانت دائما تحاول اتخاذ الامور السلميه تجنح الى يعني مجرد الحرب في اليمن فجرت الكثير من المواقف التي كانت مستغربه يعني مثلا مثلا السعوديه تحدثني عن 60 مليار خسارتها داخل هذه الحرب، الا يوجد لديها عقال ايضا لدراسه المساله اقتصاديا؟ نعلم تماما ما الذي يحدث في الداخل السعودي، يعني هناك انهيار في العمله، هناك تدبيل للاسعار، هناك كثير من المسائل التي يمر بها المواطنون، ربما هي لا تظهر للاعلام، لكن من يعيش هناك يتحدث. صحيح. العقلاء وقت الحروب يكون دائما صوتهم هو الاقل لكن انا ادعوهم من خلال لو لو احد سمعني منهم من الذي يتابعوا قناتكم باعتبارها انها قناه احيانا تثير بعض ال يعني بعض النقاط الحرج والكذا فلها متابعين ايضا من هؤلاء انه يرفعوا صوتهم عاليا و ولا يخجلوا لان ال اليمن هو عمق للخليج الخليج هو عمق للمنطقه، والمنطقه هي عمق للعالم والمصالح العالميه ما لم نرفع صوتنا عاليا من الان فانا اتوقع يعني في السنوات القادمه ان المنطقه باكملها ستدخل في في مخاض يعني وفي مخاض عسير واشكاليات كثيره جدا، والمؤشرات تدل على ذلك وليست الحلقه حلقتنا عن عن المنطقه، لكن احببت ان ارسل هذه الاشارات لمن يعي ويفهم ما اقول. نعم طب دكتور لو تحدثنا يعني اليوم اصبح اليمنيون على ان الدولار يساوي 500 وكثير منهم حتى على مستوى نكات يرسلونها عبر مواصلة التواصل الاجتماعي يعني نمنا فقط وحدث ما حدث ونصبح على 500 وقليل يعني ما هي الاثار السياسيه والاقتصاديه ايضا على الناس اذا ما ظل التدهور في العمله بهذا الشكل؟ تعيني اناقش الموضوع فيما يخص الاثار في اعمق شويه لا. هناك اربعه ابعاد تفضل لاستمرار تدهور العمله في بعد سياسي وهو اولا ما بشكين الشك الاول اللي هو التحالف وما في من اشكاليه داخل اطراف التحالف وعدم وضوح الرؤيه تمام يعني في مصالح اخرى متداخله داخل التحالف نفسه صحيح. للاسف وما يخص ايضا التحالف والحوثيين ايضا هذا جانب سياسي اخر فهذا شقين هذا مؤثر على العمله عدم الاستقرار السياسي وهذا التداخلات ايضا في الذي هو الشق الامني والعسكري هذا مؤثر ايضا بنسبه تقريبا 20% الشك الاول مؤثر تقريبا بنسبه 20% في تدهور العمله إذا أردنا تقريبا هذه ليست احصائيات مؤكده لكنها تقديرات شخصيه مني قد تزيد تنقص وفي ايضا الذي هو البعد الفكري والاجتماعي مؤثر ايضا في تدهور العمله الجانب الاجتماعي وتفكك النسيج الاجتماعي وعدم التكافل بين الناس ودخول بعض الافكار الغريبه السوق السوداء ايضا السوق السوداء, السوداء والافكار اللي... الغريبه بعض الافكار الغريبه التي تعمل شرخ في في الجانب الاجتماعي وايضا الاخر وهذا 20% يعني 20 سياسي 20 امني 20 فكري واجتماعي و40% الذي هو الجانب الاقتصادي تمام <applause> الجانب الاقتصادي يمثل 40% وهو يعني سبب رئيسي وهو لو انتبهنا لهذا الذي هو الجانب الاقتصادي الذي هو 40% يكون قد يكون قد يكون قد يكون مدخل نحن نعالج قد نعالج بالاقتصادي الفكري والاجتماعي تمام لان احنا النسيج الاجتماعي بيتفكك نتيجه ايش؟ الحاجه والفكر تبسل الاخ ما عاد يعرف اخوه تمام طيب لك ما فيش معي فلوس تمام طيب قد يطل يعني يختلف يعني يختلفوا الزوج وزوجته في البيت الواحد نتيجه ما فيش معيل حق الايجار قد يتطلقوا ناس وتصير اسر خليش من 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 نتائج الحروب في معك ايضا في مشاكل مجتمعيه لا غير غير مرئيه الاقتصادية. وهي ايضا كارثيه وفي نتائج فكريه وتغير في القيم مع صح. مع السبب الاقتصادي ايضا الجانب الامني هو سببه كثير من اسبابه والحرب والتجنيد لها جاي من الجانب الاقتصادي تمام والجانب السياسي ايضا هو جاي من خلاف جزء منه فكري وسياسي وجزء منه ايش؟ مصالح خلاف مصالح اقتصادي يعني اقتصادي يعني فاذا ركزنا على الاقتصاد كيف نهندس المصالح؟ انا اكررها في هذا الحلقه لعل احد يسمعها ونحولها ايش الى الى رؤيه حلول وحلول عمليه وحلو ورؤيه للحل تمام طيب. وهي من خلال حتى مع بعض الذين هم اطراف الـ اقول حتى تجار الحروب يا تجار الحروب ربحكم ربحكم في الاستقرار افضل من ربحكم في الحرب. تمام لان اليمن اليمن كبيره وواعده بالخير وفيها لو نجي الان للمخزون الحقيقي على ما بنتكلم عن العمله، كم معنا مخزون ظاهر في البنك المركزي؟ ما فيش لا يوجد صح ولا لا؟ لكن كم معنا مخزون كموارد يعني مش موجوده مطروحه كعمله؟ كم؟ كثير كم نقول يعني 100 مليار 200 مليار دولار لكن كيف يستفاد منها؟ اسمعي هذه في الاخير موجوده بس في الاخير ايضا هي بتعطي قيمه معنويه قصيرة حتى ايضا من يسمعنا من المواطنين ايضا لا ما تقلقوش ما لا تجعلوش موضوع العمله والريال اذا حققتوا نوعا ما من الاكتفاء الذاتي ولو تدريجي الان تمام رغم الحرب هذا خلاص يتركوا الناس السياسه وخاصه اللي هم بعيدين عن عن السياسه وعن الحروب في المناطق الحروب وهم هؤلاء اغلبيه 95% موجودين في اشتغلوا انتم بالمشاريع الصغيره بالتنميه الريفيه اه انشغلوا خلونا دعونا ايش نبدا بكم بالحل التريق. وانا اجيب ممكن اجيب مثل على ذلك الصين الصين كان فيها مشكله في الثمانينات وكانت دوله للمافيا المافيا والمافيا المخدرات كيف حصلت نهضه الصين يا ترى؟ وهذا كلام سمعناه من المستشار الاقتصادي في السفاره الصينيه في اليمن وهو صديق عزيز علي كيف سألته كيف حصلت التغيير في الصين؟ قال بالحرف الواحد بدأنا الأصحاب المشاريع الصغيرة وال وال وال, وال والأصغر والريفية منطقة اسمها مدينة اسمها كوانزو هذا كان فيها المعارض دائماً أه. تمام بدوا بالإكتفاء الذاتي شوية شوية لا إيش قالوا قد في معهم فائض من المنتجات حقهم بدوا يسووا معرض لأجل يبيعوا لمن البقية للمدن الأخرى في الصين يعني المدن الأخرى خارج الصين إلا أصحاب المدينة هذا إيش حصل لهم إلا معاهم معهم سيارات معهم بيوت كويسة معهم أصحاب المدن الأخرى شافوهم ها ليش تحركوا ليش <applause> ليش غنيوا وليش ارتاحوا فطبقوا نظرية المحاكاة وانتقلت بعد النهضة الصينية من مدينة إلى مدينة وتركوا المافيا والمخدرات يعني تدريجياً نحن لا أيضاً ننتظر أيضا الحرب، قد تطول الحرب، لا نعرف لأن هناك لاعبين إقليميين ودوليين، لا. وفي تداخلات، لكن أتكلم عن 95% من الناس الذين آ... ي... لا يش... تشغلهم السياسة، كل واحد ينتبه لمشروعه الخاص و... وعمله الخاص والاكتفاء الذاتي وزيادة الموارد الداخلية. إذا شكرا جزيلا لك دكتور ناصر محمد المطري، الخبير التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، كنت معنا في هذه الحلقة التي أتمنى على من يهمهم الأمر متابعتها ومشاهدتها، على وعسى يعني الاستفادة من النقاط المهمة التي ذكرتها، شكرا مرة أخرى، شك لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.